أهلا بكم مجددا. كشف تحقيق أن المشغلة الثالثة للهواتف المحمولة في سوريا وفا تيليكوم ليس شركة وطنية، بل تشوبها صلة خفية بالحرس الثوري الإيراني، إذ حاول أصحاب الشركة إخفاء تلك الملكية لتفادي العقوبات الغربية واستقطاب المستخدمين. مشغل ثالث للاتصالات في سوريا لم يتوقع أكثر المتفائلين أن تبتعد ملكيته عن نفوذ أحد رجالات النظام الاقتصاديين من دائرته المقربة، لكن تحقيقا مستقلا كشف ما هو أسوأ من ذلك. مرصد الشبكات السياسية والاقتصادية، وهي مؤسسة غير ربحية، كشفت أن شركة ماليزية هي صاحبة الأغلبية في ملكية المشغل الثالث للهواتف، وأن هذه الشركة لها صلات متعددة بالحرس الثوري الإيراني، وهو ما يكذب إعلان وزير الاتصالات في حكومة النظام التي قال فيها إن ترخيص المشغل الثالث منح لشركة وطنية بامتياز، بينما كشف التحقيق أن الشركة المشغلة وفا تيليكوم ليست ما أعلن الوزير، بل تشوبها صلات خفية بالحرس الثوري، إذ كانت حتى عام 2019 مملوكة مباشرة لضابط إيراني خاضع للعقوبات بسبب تسهيل عمليات بيع نفط لصالح الحرس الثوري، كما يرتبط اثنان من مسؤوليها الماليزيين بشركات فرضت عليها عقوبات لذات السبب. شركة وفا انفست تملك نسبتها الكبرى وفق التحقيق شركة مبهمة تدعى EBC، مقرها دمشق، وفيها شركة ماليزية ليست متخصصة بالاتصالات لكنها ترتبط بصلات متعددة بالحرس الثوري، بينما نقل مسؤول حكومي سابق على معرفة بقطاع الاتصالات طلب عدم الكشف عن هويته خوفا على سلامته أن شركة EBC المالكة للأغلبية في شركة وفا تيليكوم قد أنشئت في منطقة التجارة الحرة بدمشق جزئيا لإخفاء تورط طهران، مضيفا أن جهودا كبيرة بذلت لإخفاء الملكية الإيرانية في محاولة لتفادي العقوبات وخوفا من عزوف المشتركين عنها إذا عرفت بملكيتها العسكرية. حول هذا الموضوع أرحب مجددا بالباحث في مركز جسور للدراسات عبد الوهاب عاصم معنا من غازي عنتاب، كما أرحب بالأكاديمي السوري الدكتور عبد الناصر الجاسم معنا عبر خدمة سكايب من دوسلدورف الألمانية. دكتور عبد الناصر، عبد الوهاب، أرحب بكما، مساء الخير. لو بدأت معك دكتور عبد الناصر، يعني قبل فترة يقول وزير الاتصالات عن شركة وفا تيليكوم إنها شركة وطنية خالصة، اليوم يأتي تحقيق مرصد الشبكات السياسية والاقتصادية وكذلك مؤسسة مكافحة الجريمة المنظمة والفساد ليكشف الارتباط ما بين هذه الشركة والحرس الثوري الإيراني، كيف قرأت التحقيق؟ نعم، مساء الخير لك ولضيف الكريم وللسادة المشاهدين أخي هما. حقيقة يمكن النظر إلى هذا الموضوع من ثلاث اتجاهات. الاتجاه الأول هو أنه ليس بجديد علينا كسوريين أن تتسرب وثائق وأن تتكشف حقائق حول قضايا من هذا النوع، بل أكبر من ذلك، لقد عشنا كذبة كبيرة وطويلة جدا مع هذا النظام، فالقضية ليست جديدة، من كذبة الممانعة إلى كذبة المقاومة إلى كذبة الاستثمار إلى كذبة الانتخابات، فأنا لم أستغرب حقيقة أن تتكشف هذه الوثائق عن المالك الحقيقي وراء المشغل الثالث وهم الحرس الثوري الإيراني عبر وسطاء سوريين، وهم من الدائرة المقربة لبشار الأسد، منهم زوجته ومنهم أعتقد شخص آخر يسار إبراهيم يعمل في قصر الجمهوري. فهذه النقطة الأولى، إذن علينا ألا نستغرب تسويق الوهم المستمر، فهي نهج لدى النظام. طيب دكتور عبد الناصر، يعني سأعود إليك لكي تكمل تعليقك على الموضوع، ولكن ريثما يتم إصلاح المشكلة الصوتية سأذهب إلى عبد الوهاب عاصي. مرحبا مجددا عبد الوهاب، ما هي الصلات المتعددة التي تربط ما بين وفا تيليكوم والحرس الثوري الإيراني أو الشركة الماليزية المالكة لأغلب وفا تيليكوم؟
يعني لاحظ في التقرير الذي تم الكشف عنه أن هناك رجلين أعمال ماليزيين لهما علاقات وصلات كبيرة بالحرس الثوري الإيراني، ومن خلالهما تم يعني التسويق لدخول هذه الشركة إلى كخط ثالث أو مخدم ثالث للاتصالات في سوريا. هذه أبرز علاقة يعني يمكن أن نلاحظها، بأن الحرس الثوري الإيراني يعتمد على تجار ورؤوس أموال ليس بالضرورة أن تكون إيرانية، ليس بالضرورة أن تكون أفغانية، هو يعتمد أيضا على تجار يبدو أو رجال أعمال لديهم أنشطة ويعني رؤوس أموال كبيرة قد لا يتم النظر إليها يعني أو يسلط عليها الضوء وتقع تحت المجهر. إذن هذه سياسة وأسلوب متعمد لإخفاء الأنشطة التي يقوم بها الحرس الثوري الإيراني في سوريا. وطبعا بطبيعة الحال تكون هناك شركات واجهة في سوريا مثل الوفا تيليكوم هي التي تقوم بإخفاء أي يعني أنشطة للحرس الثوري الإيراني أو أي أنشطة للشركات الأخرى التي يمكن أن تكون موجودة أو رجال الأعمال الذين يمكن أن يكونون موجودين في هذه الشركة ولهم الدور الأكبر في تشغيلها. إذن العملية الأساسية هي وجود شركات واجهة، الشركة الواجهة هي وفا تيليكوم، الشركات الأساسية هي التابعة للحرس الثوري الإيراني ولرجال الأعمال الماليزيين. إذن هذه الطريقة هي ذاتها التي سوق لها رامي مخلوف وتحدث عنها مرارا في المقابلات التي بدأت منذ عام 2016، أنه ساعد النظام السوري بإنشاء العديد من شركات الواجهة للتفلت من العقوبات. هذه الآلية التي يعمل عليها ليس فقط يبدو النظام السوري، حتى إيران تعمل عليها للتفلت من العقوبات الغربية بالتحايل حقيقة، مرة عبر أسماء الشركات، مرة عبر آلية الوصول للأشخاص الذين لهم علاقات بهذه الشركة. النقطة الثانية وهي أن النظام السوري يلاحظ بأنه يتعمد أن يكون طبعا ضباط القصر الجمهوري تحدث بالضرورة، يتعمدون أن يكون لهم جزء دائما من هذه الاستثمارات، طبعا ليس لأجل أن يكون هناك شركة وطنية كما يحاول دائما النظام السوري أن يسوق لذلك، على العكس الأساس هو أن يستفيد النظام السوري وضباط القصر الجمهوري. مبدأ لحس الإصبع كما يقال بالعامية. بالضبط، مبدأ لحس الإصبع، صحيح، هذا التوصيف الدقيق لسياسة النظام السوري التي يتعمدها وضباط قصر الجمهوري. يجب في كل عقد سواء مع إيران أو روسيا أو أي طرف ثالث أن يكون لهؤلاء الضباط جزء من أي استثمارات أو من أي عقود يمكن أن يتم إبرامها بين هذه الأطراف. أعود إليك دكتور عبد الناصر الجاسم، لو تكمل فكرتك. أنا آسف، على يبدو أنه كان هناك خلل يعني تقني في الصوت. أنا أريد فقط أن أشير يعني إلى أنه مسألة أن يسوق النظام وهم ويكتشف السوريون لاحقا كثير من يعني الكذب والدجل، هذا أمر بالنسبة لنا أصبح معروف. النقطة المهمة الأخرى التي أريد أن أذكرها في هذا السياق أن المشروع الإيراني في سوريا لم يكن يوما من الأيام مشروع اقتصادي، وهنا تكمن يعني خطورة الاستثمار في قطاع الاتصالات. المشروع الإيراني في سوريا له حوامل، الحامل العسكري من خلال الميليشيات ودعمها، ومن خلال اختراق المؤسسة العسكرية لبشار الأسد، واليوم نحن نعرف أن هناك شخصيات عسكرية وأمنية وبعض التشكيلات محسوبة على الحرس الثوري الإيراني، هذا بالنسبة لهم حامل مهم جدا. الحامل الثاني هو القوة الناعمة التي تقودها إيران في سوريا من خلال الجانب الثقافي والديني والتعليم، يعني اليوم هناك جامعات، في 6 جامعات تقريبا إيرانية مرخصة، ومدارس، والجوانب الإعلام والثقافة وإلى ما هنالك. الإيرانيون يرون في الحامل الاقتصادي داعم لهذه الحوامل الثلاث، والاستثمار في الاتصالات يعني الاستثمار في المعلومات، في تقانة المعلومات وفي التجسس على الناس واختراق خصوصية الناس. هناك ربما يتبادر إلى الذهن سؤال، وهذا السؤال مشروع الآن، يعني أنه ما شو بقي بسوريا حتى يستثمروا؟ أو الناس مقادرة تأمن ربطة الخبز ولا لقمة العيش حتى يعني عملتوا قصة كبيرة من هذا الاستثمار؟ هذا الاستثمار طويل الأجل. إيران يعني تعتمد في سوريا استراتيجية التغلغل البطيء، الاختراق البطيء.
أنت عندما تمتلك يعني قاعدة بيانات كبيرة جدا للمشتركين، واليوم عالميا معروف الاهتمام بالأمن السبراني وأمن المعلومات، ويعني حتى يعني خطورة أن تمتلك بيانات الناس وخطورة أن تربط الناس اقتصاد سوريا من الناحية الاقتصاد الخدمي والاقتصاد الرقمي بالاقتصاد الإيراني. إذن أنا أريد أن أؤكد على نقطة، أن المشروع الإيراني في سوريا لم يكن اقتصاديا، إنما الحوامل الاقتصادية لخدمة المشروع الإيراني ككل، لذلك هم حريصون أن يستثمروا مثلا في الأراضي، في المساكن، في البناء حول محيط دمشق، يستثمرون في الزراعة، في زراعة الحشيش، في زراعة لترسيخ الوجود الإيراني. ولكن اليوم يعني مثل هذا القطاع الاستراتيجي المهم حتى اقتصاديا وأمنيا كما تحدثت، يعني عندما تمتلك إيران شركة اتصالات في سوريا معنى ذلك أنها غطت جانبا أمنيا مهما بالنسبة لها. اليوم لماذا النظام قد يتخلى عن مثل هذا القطاع، وهو الذي كان قد استحوذ على MTN وسيريتل سابقا كما تابعنا والجميع يعلم؟ دكتور عبد الناصر. نعم، نقطة مهمة جدا. النظام يتخلى، نظام الحكم، نظام بشار الأسد كما سموه الأمريكان في مشروع القرار الجديد، لم يعد يقولوا النظام السوري على فكرة في الأدبيات السياسية الآن. نظام بشار الأسد يتخلى عن أي شيء كما في سبيل أن يستمر في السلطة للأسف. يعني تخلى عن الموانئ، وتخلى عن النفط للروس، وتخلى عن الكثير من الأراضي وعن الفوسفات، وتخلى عن السيادة، وتخلى عن كل ما يمكن التضحية به، مهيئ هذا النظام الفاجر للتضحية به. هو لا يهتم، هو لا يهتم بمستقبل السوريين، هو يهتم بمستقبل أو بمدى استمراريته في نظام الحكم. ما يؤلمنا نحن كسوريين، كشعب سوري، لا يؤلم النظام، هو لا يفكر بهذه الطريقة، ويعطي الوسطاء السماسرة هذه الحصة، الحصة المالية قليلة جدا من هذا المشروع، يعني لا تقارن بالكسب الاستراتيجي الذي تحققه الشركات الإيرانية من وراء هذا المشروع. لذلك نرى أنه يضحي بأي، يعني كما ضحى برامي مخلوف، كما ضحى بمجموعات القاطرجي، كما ضحى بكل القفازات القذرة التي كان يستخدمها النظام في الجانب الاقتصادي وفي السيطرة على موارد سوريا ونهبها وتحويلها وإفقار سوريا وإيصالها إلى هذا المستوى من العوز والاحتياج، في سبيل فقط استمراريته في الحكم ولعب دوره، الدور المطلوب منه من أسياده ومن مشغليه. هو لا يفكر بالطريقة التي نفكر بها نحن كسوريين، أنه لماذا نضحي بهذا القطاع اللي له شقين، شق تكنولوجي وشق أمني وشق معلوماتي وشق تجاري مربح. يعود هو عندما كانت الأمور في سوريا قبل 2011، نعم، كان يحتكر قطاع الاتصالات ويحتكر الأرباح عبر مسير أموره المالية محمد مخلوف وابنه رامي، عندما اقتضت الضرورة ضحى بهم ويضحي بأي شيء يقف في طريق استمراريته في نظام الحكم. أنا أقول، نعم، يعني أن الموضوع ليس بسيط بصراحة، يعني تسليط الضوء على هذا الأمر مهم جدا، على السوريين، على أهلنا السوريين أن يدركوا ويعوا أنه يمكن أن يضحي هذا النظام بأي شيء بمستقبلهم، بخصوصيتهم وبمعلوماتهم وبمواردهم، وكما ضحى بلقمة عيشهم وكما ضحى بكل موارد هذا البلد. بدقيقة واحدة أختم معك عبد الوهاب عاصي، هل لديك أي تعليق أخير عن الموضوع للتوضيح فقط؟ متى بدأ الموضوع؟ ألم يبدأ مع زيارة عماد خميس رئيس الحكومة السورية سابقا إلى إيران في 2017؟ لا، الأمر بدأت المباحثات حول تشغيل خط ثالث في سوريا منذ عام 2019. إيران كانت، شركات إيرانية كانت مقترحة عديدة، حاليا يعني رسى الأمر على الشركة الأخيرة، وطبعا النظام السوري يتحدث الآن عن شركة وطنية ب يعني كما ذكرت واجهة، يعني صح التوصيف للشركة الإيرانية. نقطة مهمة، الخط الائتماني أعتقد أنه أيضا يجب النظر فيه على أنه كلمة سر في سبب، ربما طبعا سبب محتمل، منح إيران هذا الامتياز.
بالضبط للحصول على هذا الامتياز، يعني النظام السوري لم يبقى شيء يقدمه لإيران، ربما حتى أن إيران أو الحرس الثوري هو اشترط اختراق هذا القطاع المهم الذي تحدث عنه ضيفك. شكرا جزيلا لك الباحث في مركز جسور للدراسات عبد الوهاب عاصي، كنت معنا من غازي عنتاب. الشكر موصول بالتأكيد للأكاديمية السورية الدكتور عبد الناصر الجاسم، كان معنا من دوسلدورف الألمانية. شكرا لك. مشاهدينا بعد فاصل قصير، المحور الأخير من سوريا اليوم.